L, البروتين جي، البروتين جي هتجي دبل فوسفور هتدفع هتتحول جي دي بي لجي تي بي، فصلة ألفا جي تي بي راح تشتري شغل. هون بقى راح تشتري خلا أنه هون هحصل على موديلات الجي، جي اس، جي كيو، جي ار. من هذا المسلسل، إذا البداية تبعي هي البروتين المستقبل المرتبط بروتين جي، هذا المستقبل عبارة عن سلسلة وحدات بتمر عبر السبع مناطق أو نطاق سموها اللي بتمرق عبر غشاء. تفعلت بلوجين ما فعل المستقبل من الآلة، هي فعله بلش الفيلم بتفعيل بقى البروتين جي، فعل البروتين جي هتجي زمرة الفوسفور تروح تطبق مع الألفا صارت ألفا جي تي بي، فعلت راح تشتغل شغلة. هلا هون هي بتوصل عند الكلب. أول موديل اللي هو جي كيو، ألفا جي تي بي راح يروح ينفسر أو يضيف مع اللي حيعطيني الأسئلة. بالنسبة للجي كيو، الأنظمة راح يروح ينفسر اسمه فوسفور باس سي. فوسفور باس سي حيشوف فيه مرسالين سنويين، حيعمل على حل ناحية غشاء خلية اللي هو فوسفاتيديل ثنائي الفوسفور بي اي بي 2، رح يشكل لي المرسال السنوي الأول اسمه بينيرتور ثلاثي فوسفور اللي هو الاي بي 3، وحيشكل لي مرسال ثاني اسمه دي اسيد جلسيرول اللي هو الداد. الاي بي 3 شغلته هدول منبه حصل لايف سري، حيروح يحرر شوارد الكالسيوم اللي موجودة في السيتوبلازما الخلية، الميولا الخلية. إذا هو بيروح بحرر على تحرر شوارد الكالسيوم من مخازنه في السيتوبلازما الخلية، الكالسيوم حيروح يشتغل شغلته اللي هو تنبيه، تقلص، تحرر ناقص، تنبيه. تمام؟ الدار رح يروح يشتغل على أنظمات معينة بده ينبهها، منها أنظمة بروتين كيناز، بروتين فاسفر على الأنظمة رح يروح يشتغل هذا الشغل. هاي المرحلة G